التي عودتنا بمواقفها البطولية الرجولية في هذه المواقف. اليوم الشارع العرائشي كغيره من الشوارع العربية والإسلامية يقول وبقوة وغضب لا لقرار ترامب القاضي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارته إليها. نحن نقول وبقوة وبما تبقى لنا من كرامة، الكرامة التي دنستها الأنظمة العربية، نقول القدس خط أحمر والقضية الفلسطينية قضيتنا، وهذا ليس من باب العاطفة بقدر ما هو من باب المطالبة بإحقاق الحق وإعادة الأرض لأصحابها الشرعيين الحقيقيين. نقول